هونغ كونغ بلد الفنان الكبير جدا جاكي شان. هونغ كونغ بلد صغنطوطة خالص جنب الصين وجنب مكاو. بالفيري او بالمركب السريع من مكاو ساعة بالظبط، بالهليكوبتر حوالي 10 دقايق من مكاو او من الصين. هونغ كونغ حاجة من الحاجات الجميلة جدا اللي فيها ان المصريين مش محتاجين فيزا عشان يدخلوها، فدي حاجة هتخلي مصريين كتيرة جدا 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 اعتقد دلوقتي يفكروا يروحوا هونغ كونغ. هونغ كونغ العملة بتاعتها دولار الهونغ كونغي، من احلى اشكال العملات اللي شفتها في حياتي. دولار الهونغ كونغي تقريبا بجنيه مصري. عندهم ده اللي انا ماسكها فيه دي 10 دولار هونغ كونغي، ودي كمان العملة زي الجنيه المصري ده 10 دولار هونغ كونغي. هونغ كونغ بلد جميلة جدا ونظيفة جدا ومتطورة جدا جدا جدا. خلينا نروح نشوف فين هونغ كونغ الصغيرة خالص دي على الخريطة. احنا وصلنا هونغ كونغ الحمد لله سبحانه وتعالى، عالم مصر هو بيرفرف في هونغ كونغ. هونغ كونغ بلد بقالها حوالي 50-60 سنة، ولكن بنيتها التحتية جامدة جدا. ناس بتبني تحت وبعدين تبني الدولة، انك انت لو ما بنيتش تحت متعرفش تبني عليها اي حاجة. هونغ كونغ المترو فيها حلو جدا طبعا، ده غير ناطحات السحاب الموجودة في كل حتة المميزة، ده غير احلى حتة عندهم في القمة بتاعت هونغ كونغ في البيك، غير وولد ديزني اللي عندهم هناك مدينة ديزني لاند في هونغ كونغ، اللي حتى المترو بتاعها الشبابيك بتاعته معمولة على شكل ميكي ماوس. المكان اللي انت بتمسك فيه ده على شكل ميكي ماوس. المترو في هونغ كونغ جميل جدا 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 جدا. محطات المترو في هونغ كونغ والله ولا احلى مطار دخلته في العالم. احنا فوق ذا بيك او اعلى نقطه في هونغ كونغ كلها، في نفس الوقت احلى ما في الصوره اعتقد العالم ده شايله على ظهري ده يا جماعه. هو المترو في هونغ كونغ شايف العالم بيتحرك ازاي، عارف الهواء جوه المترو عامل ازاي. تعالوا بيكم في متحف الشمع هنا في هونغ كونغ. العزيمة والإصرار والتحدي والصبر هما دول اللي خلوا هونغ كونغ تبقى بجد هونغ كونغ في 50 سنة. احنا نقدر يا جماعة، بجد نقدر ان احنا نبقى احسن منهم ان شاء الله قريب جدا. هنا في اكبر مسجد او اكبر تجمع الاسلام، شايفين الكنيسه هنا جنب المسجد. هنا ما بيحطوش سقالات زي ما احنا عندنا، ما بيحطوش حاجات، بيحطوا خشب بامبو. خشب بامبو هو اللي بيبني عليه اي حاجه عشان البنا. حلمي أخدني في طريقي عشان نوصل إندونيسيا. إندونيسيا هنلاقي على حدودها نيو باباي غينيا، وهنلاقي تيمور الشرقية، وتحتيها أستراليا. إندونيسيا أول بلد في آسيا نلاقي إن الديانة الرسمية فيها الإسلام. إندونيسيا أكبر عدد سكان مسلمين في العالم كله، أكتر من مصر، أكتر من السعودية، أكتر من أي دولة تانية في العالم.
العملة الرسمية في إندونيسيا الروبية زي ما انتم شايفين. خلينا نشوف بقى إندونيسيا على الخريطة ونرجع تاني. رحت اندونيسيا وبتاكل لقيت ان الاكل عندهم مش كلاب وقطط وفران زي فيتنام ومش حشرات زي تايلاند. المره دي اكله غريبه شويه بالنسبه لنا. الاكله الشعبيه عندهم رجلين الفراخ بضوافرها يا جماعه شوربه. والحاجه الاغرب كمان ان ما بياكلوش حاجه غير وعليها سوداني، طحينه سوداني، زيت سوداني، حاجات كتيره جدا كلها. حتى الكبده بيعملوها في سياخ وبيحطوها في عجينه سوداني عشان ياكلوها. دي حاجة من الحاجات الغريبة جدا، ولكن طبعا أرحم بكتير من اللي شفناه في بلاد تانية كتير. بيعملوا فراخ بيحطوها في رز بيحطوا في بيض بيحطوا حاجات كتيرة جدا 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 بياكلوها كأكلة شعبية إندونيسية. ده رمز إندونيسيا يا جماعة. ثلاث ساعات بنلعب في الرنج وقفت عارفين يعني خطه كده خلاص وقفت. لازم نركز في التصوير، نكمل صلاه لعب وبعدين هنشوف النتيجه. وانا ماشي في الشارع مره واحده سمعت صوت بقالي كتير ما سمعتوش خلال رحلتي، صوت الاذان. يا جماعة في إندونيسيا كان أول مرة في حياتي أسمع صوت الأذان جوه آسيا. دي حاجة بجد كانت جميلة جدا جدا إنك أنت بجد تسمع صوت الأذان وأنت ماشي في الشارع بره مصر في آسيا. دلوقتي في إندونيسيا في جاكرتا سامعين الأذان للمسلمين. إحنا رحنا بلاد كتيرة جدا 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 كان فيها مسلمين، لكن لم نسمع الأذان في كل هذه البلاد في آسيا، وأخيرا سمعناه في جاكرتا. حاجة من الحاجات اللي هي بجد أخدت بالي منها كويس جدا إنه ما عندهمش مترو أنفاق في العاصمة جاكرتا. ليه ما عندهمش مترو أنفاق؟ لأن بنت الزعيم الإندونيسي هناك كان عندها صديق رجل أعمال باعت له حارة في الشارع. حارة من الشارع اتباعت ليها مقفولة مخصوص، حاطين حاجة اسمها ترانس جاكرتا أو الأتوبيس اللي هو بينقل الناس بدل مترو الأنفاق. إندونيسيا فيها حاجات كتيرة جميلة زي الجزر وزي السياحة وزي حاجات كتيرة جدا، ولكن في حاجات كتيرة برضو فيها وحشة زي زحمة المرور، زي ان هم ما بيحترموش الإشارات.